البكاء والتباكي. هناك حديث يقول من بكى، مضمون الحديث من بكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة. أشار المعصومون عليهم السلام يعني التساوي في البكاء والتباكي، فكيف يكون التباكي مساويا للبكاء؟ تفضل أبو جواد. بسم الله الرحمن الرحيم. البكاء معروف، نعم، حالة نفسانية، نعم، تنتاب الشخص فتذرف أو يذرف فيها الدموع، نعم، تطلع دموع مثل ما نقول إحنا بالعامين، زين. ليش؟ لأن أكو فد حالة شعورية داخلية، نعم، نفسانية إن صح التعبير، تنتاب هذا الشخص من حزن فيبكي، نعم. هذا ما يصطلح عليه إنه شنو؟ بكى، نعم. أما تباكى يعني هيئة البكاء، أتى بهيئة البكاء ولم يبكي، هذا هو المعنى، نعم. يعني شلون نقول مثلا واحد يمثل شلون يبكي، هذا الذي يصطلح عليها بكلمة تباكى. التباكى إذن البكاء شيء والتباكي شيء آخر. هذا بكاء حقيقي. ليش؟ لأن أكو أثر بالنفس، داخل النفس خلت هذا الإنسان، نعم، يبكي ويطلع دموع، هذه الآثار مال البكاء، تمام؟ نعم. أما الشخص الآخر ماكو عنده أثر داخل نفسه، استشعار داخل نفسه للحزن ما موجود، لكنه يأتي بهيئة البكاء، نعم، كان مثلا يخلي إيده على وجهه شلون واحد يريد يبكي مثلا، نعم، يعني بالمصطلح العام نقول يمثل انه يبكي، هذا هو كلمة تباكى. لكن شلون يساوي؟ احسنت، هو هذا السؤال، انه البكاء والتباكي في هذا الموقع اثنيناتهن لهن نفس الاثر اللي هو الجنة. هو الجنة، يعني من بكى له الجنة، من تباكى ايضا له الجنة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله، حديث في مسألة التساوي بين البكاء والإبكاء أو التباكي، نعم، أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على جماعة من الأنصار قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هذه الآية القرآنية، فبكوا الصحابة اللي سمعوا هذه الآية بكوا، إلا شاب منهم لم يبكي. هذا الشاب قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تقطر من عيني يا رسول الله صلى الله عليه وآله، لم تقطر من عيني وإني تباكيت. تباكيت يعني شنو؟ يعني أنا ما بكيت مثلهم بكاء حقيقي، هيك مسايرة. بس هم كذلك يعني المتباكي هم كذلك سيدنا يتألم ولهذا يتباكى؟ لا لا، وإنما حالة مجموعية بعلم الاجتماع معروفة، إنه إذا واحد مثلا في وسط ناس إذا ضحك ضحك وما يدري على من ضحك، أحسنت، صح لو لا؟ إذا صفقه هو هم صفق، ما يدري على شنو صفقه. هذه حالة في علم الاجتماع موجودة يسموها قانون التجمهر، هذا في علم الاجتماع. بلي. هذا الشخص في هذا الحديث اللي ذكرنا، هذا الشاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تقطر من عيني، يعني ما بكيت بكاء حقيقي، وإنما تباكيت. تباكيت يعني شنو؟ يعني سويت مثلهم، بس لم تقطر من عيني. شوف الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الشاب، شنو جوابه؟ فقال صلى الله عليه وآله، من تباكى فله الجنة، من بكى فله الجنة، ومن تباكى فله الجنة. شنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا أن البكاء والتباكي حتى وإن هذا الشخص سمع آية قرآنية تدعو إلى ذلك، اثنيناتهن إلهن نتيجة واحدة، إلهن جائزة واحدة، اللي هي الجنة.